بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على شابتر 8 موديلنج فيز اكوليبريم فور بيور كومبوننتس، وده يمكن الشابتر اللي نتكلم فيه على الفيبر بريشر، ونفهم ازاي نجيب الاكوليبريم كرايتيريا او كرايتيريون ما بين الليكويد والفيبر، واللي هي معتمد على جيبز في الاساس، جيبز فري انرجي، ونشوف ازاي الفيزز اوف اكوليبريم باستخدام الاكوليبريم كرايتيريون بتاع جيبز نقدر نطلع منها ايكويشن نقدر نحسب بيها الفيبر بريشر. وهنطبق كونسبت جديد، بدل ما نستخدم الجيبز انرجي هنستخدم حاجه اسمها فيوجاسيتي، فهنعرفها برضو في الشابتر ده. فخلينا نبدا بالموتيفيشنال اكزامبل زي ما بنتكلم دايما. ان انا عندي فريون كان بيستخدم في الريفريجريشن، وبعد كده كان تبين ان هو مضر للبيئه وبيعمل يعني تاثير على الاوزون لاير، فكان لازم يحصل له ريبليسمنت، لازم يتغير. كنا عايزين نعمل كومبوننتس جديده، الكومبوننتس الجديده دي ما عندناش اكسبيرمنتال ديتا عليها، وطبعا عايزين نجرب كومبوننتس كتير قوي. فبدل ما اقدر اعمل سينثيسايزنج لكيميكال جديد وبعدين ابدا اعمل اكسبيرمنتال ورك كتير قوي عشان اقدر اشوف الفيبر بريشر بتاعه والبويلنج بوينت امتى عند اني بريشر، فممكن اعمل استيميشن للكلام ده فيزيكالي باستخدام ايكويشنز بدل ما اعمل اكسبيرمنتس كتير جدا. فده تطبيق بسيط للموضوع ده، يعني ان انا عايز احسب مش بس كمان الاكوليبريم بريشر او الساتوريشن بريشر، عايز برضه اعرف شويه الثيرموداينامك بروبرتيز العاليه بتاعه. فعشان اعمل كده محتاج ان انا اخد نقط كتيره جدا واعمل اكسبيرمنتس عليها عشان اطلع حتى الفيبر بريشر كيرف البسيط اللي هو اللي احنا هنهتم بيه قوي في الشابتر ده، اللي هو ازاي البريشر بيتغير مع التمبريشر عند الساتوريشن، اللي هو ممكن فوق لو هو البريشر اعلى بيبقى ليكويد، لو البريشر اقل بيبقى فيبر، واحنا بندور على الكيرف ده اللي هو الساتوريشن بي سات، نسميه بي سات. فعشان نجيب البي سات او الفيبر بريشر محتاج ان انا اعمل اكسبيرمنتس كتيره، ومش بس كده، ممكن اعمل احتاج اعمل اكسبيرمنتس لحاجات اخرى زي الانثالبي والانتروبي وكده. فعايزين نفكر في ماثيماتيكال مودلز عشان نعمل الفيز اكوليبريم ده، بحيث ان ما احتاجش ان انا اعمل الاكسبيرمنتس. طيب لو انا عندي ليكويد والليكويد ده عايز اقول ان هو الكونديشنز بتاعته وصلته مثلا هو ميه عند 1 بار و100 ديجري سنتيجريد، انا عارف ان عند البريشر ده ممكن يحصل له ايفابوريشن، بس هو لازال ليكويد. هو ايه اللي منعه ان هو يتحول الى فيبر؟ اللي منعه انه يتحول لفيبر ان هو ما خدش الانرجي الكافيه ان هو يتحول لفيبر، فهو محتاج مش بس ان هو يوصل للكونديشن دي، محتاج انرجي. فالانتروبي درايفنج فورس، الانتروبي بتخليه هو عايز يسيب الليكويد اللي هي زحمه وفي مايكروستيتس عددها قليل، في كونسترينت ان هو يتحول للفضاء الواسع ويتحول لفيبر ويزود الانتروبي بتاعه، ده درايفنج فورس بتخليه يتحول لفيبر. بس عشان يقدر يعمل كده ما يقدرش يعمل كده لوحده، لازم تديله كمان انرجي، فهو من غير انرجي مش هيقدر، لان لازال الانرجي اللي عنده مش كافيه ان هو يتحول لفيبر. فبالتالي عندي تو كونسترينتس او تو كونديشنز، واحده ان الانتروبي تزيد، هو عايز يزود الانتروبي بتاعه، بس هو عشان يعمل كده هو محتاج انرجي تساعده على الموضوع ده. في عندنا بالنسبه للايفابوريشن في دلتا اس اوف فابورايزيشن، دي هو محتاجها، وهو سعيد هو ممكن يحصل عليها براحته، يعني هو دي حاجه الليكويد عايزه تتحول لفيبر على طول، فدي اوتوماتيك هو هيتحول ليها لو كان عنده الانرجي الكافيه اللي هي الدلتا اتش اوف فابورايزيشن، لو خد انرجي يقدر يتحول لفيبر. طيب خلينا نشوف الانتروبي احنا كنا معرفينه بايه. احنا كنا معرفينه ان هو الكيو ريفرسيبل at constant temperature اللي دخلت السيستم، فالدي اس هو دي كيو ريفرسيبل على تي. لو هو خد كيو الانتروبي بتاعته بتزيد، بس الانتروبي بتاع السراوندنجز بتقل، لان بس في النهايه برضو في زياده في الانتروبي بتاع السراوندنجز مع السيستم. طيب فايه بقى الحاجه اللي فيها الانتروبي والانرجي مع بعض؟ احنا عندنا الجبس كنا عرفناه قبل كده اللي هي كانت ال H minus TS، فالتغير في الجبس هو التغير في الانسبي minus TS، يعني الانسبي دي لو تفتكروا الديفينيشن كان U plus PV minus TS.
فده الجبس، وده اللي احنا هنستخدمه كفاونديشن كاساس للفيزيكوليبريم، لان هو فيها الاثنين، فيها الانرجي كومبوننت وفيها الانتروبي كومبوننت وديفرنت ساينز، لان الانرجي اوف ذا سيستم از يعني السيستم از تراينج تو مينيمايز اتس انرجي اند ماكسمايز اتس انتروبي في نفس الوقت. فدي محتاجه تزيد للسيستم، هو السيستم لوحده سبونتينيوسلي بيمشي في اتجاه ان هو يزود الاس، وسبونتينيوسلي بيمشي في اتجاه ان هو يقلل الانتروبي. ف نشوف بقى طيب هنستخدم الجي ازاي عشان نعمل الماثيماتيكال كرايتيريان ده، او الماثيماتيكال اكسبريشن اوف ذا ايكوليبريم كرايتيريان. فطيب خلينا نبص على الاكزامبل ده. انا عندي ليكويد ووتر حطه في بيستون عند 1 بار وطلع فيها شويه فيبر، فبدات عمليه الايفابوريشن. ادي البيستون وادي السيلندر، وجوه هنا في ده ليكويد ووتر وفي هنا ستيم او ووتر فيبر، وانا عند 1 بار او 1 اتموسفير و100 ديجري سنتيجريد. طيب علشان شويه ليكويد تانيين حته صغيره كده تسيب الليكويد وتروح للفيبر، ممكن تعمل كده. هي لو عملت كده التمبرشر مش هتتغير والبريشر مش هتتغير، فالتمبرشر والبريشر كونستنت. بس هي عشان تعمل كده محتاجه دلتا يو اوف فابورايزيشن ومحتاجه دلتا اتش اوف فابورايزيشن، لازم تاخدهم عشان تتغير، لان الاتش بتاعت الفيبر اعلى بكتير من الاتش بتاعت الليكويد، لان الفيبر في خد انرجي كتير عشان يتحول الى فيبر. طيب فالاس واليو والاتش بتاعت الاس كمان، الاس واليو والاتش بتاعت الفيبر اعلى من الاس واليو والاتش بتاعت الليكويد. طبعا ده بتاعت الليكويد هي نفسها ليها الاس واليو والاتش بتاعتها، والفيبر برضو بستيم ليها الاس واليو والاتش بتاعتها، بس دول بتوع الفيبر اعلى من بتوع الليكويد. تمام. طيب خلينا نبص على الفاندمنتال بروبرتي ريليشنز بتاعتهم في الثيرمودينامكس. ده دايما بيبدا بالفاندمنتال بروبرتي ريليشن اللي هي كومبينيشن بتاع الفيرست لو والسكند لو، اديتني ده الدي يو، وعندي واحده للدي اتش كمان تي دي اس بلس في دي بي، وعندي كمان للدي جي بيساوي في دي بي ماينس اس دي. يعني نتكلم عن دول مكتوبين هنا قدامي، نسيبنا من الهلموس في انجن انها زي الجبس تقريبا. فلو عملت كده لقيت ان انا لما عملت التغيير ده الفوليوم بتاع الفيبر اعلى من الفوليوم بتاع الليكويد، فحصل هنا تغير، والانتروبي بتاعت الفيبر اعلى من الانتروبي بتاعت الليكويد، واليو بتاعت الفيبر اكبر من اليو بتاعت الليكويد. طيب ايه الحاجه اللي ما اتغيرتش خالص؟ اللي ما اتغيرش خالص التمبشر والبريشر. التمبشر والبريشر ثابتين في البروسيس ده، فاذا كان التمبشر والبريشر ثابتين فالدي تي بتاعت عمليه الايفابوريشن شويه دول بزيرو، والدي بي برضو بزيرو، يبقى بالتالي الدي جي بزيرو. تغير في الجبز ما بين الليكويد والفيبر لما حصل ايفابوريشن بيساوي زيرو، معناها ان الجبز بتاعت الليكويد بتساوي الجبز بتاعت الفيبر، وهي ده الكونديشن اوف ايكوليبريم. لان انا الايكوليبريم بالنسبه للبيور كومبوننت بيبقى تمبشر بريشر كونستنت، فمعناها ان الجبز لازم تبقى كونستنت. فلو حصل ايفابوريشن كل ده بيتغير ما عدا جبز، جبز بتاع الليكويد بتساوي الجبز بتاعت الفيبر، وهي دي الكونديشن في الايكوليبريم بنستخدمها في الفيبر ليكويد ايكوليبريم، الليكويد سوليد ايكوليبريم، الفيبر ليكويد، الفيبر سوليد ايكوليبريم. كل الانواع الايكوليبريمز بنستخدم فيها نفس الكونديشن، حتى عند التريبل بوينت بنستخدم نفس الكونديشن. طيب خلينا نوقف هنا، وبعد كده الفيديو الجاي هنتكلم على مين قال ان الجبز لازم تبقى مينيمم عند الايكوليبريم، فده اللي هنتكلم عليه المره الجايه. شكرا.